ما فكرتش، بس لو في فرصة ممكن. انا بحب اتفرج على مسلسلات او مسلسلات رمضان بقى كلها، ومحمد رمضان بحبه قوي. اه قولي لنا مين من النجوم اللي انت بتحبي، يعني في الوسط الفني بتحبي مين؟ انا بحب محمد رمضان قوي. ليه بقى؟ وياسمين صبري طبعا. هو انا يعني عشان ما بقاليش كتير بتابع الحاجات دي، فانا يا دوبك شفت اكبر نجوم اللي هو محمد رمضان. انا بسمع اغاني جديده يعني. يعني بسمع مثلا اغاني ترافيس سكوت، اغاني حاجات اجنبيه يعني، مش بسمع قوي اغاني عربي، بس ممكن ابقى اسمعها. اه طبعا في حد ما بيسمعش عمرو دياب؟ ايه اكتر حاجه بتحبيها عمرو دياب؟ راجع صح؟ صوتك حلو؟ لا مش قوي كده.